الوداد. الوداد اللي معانا نروح للوداد ميركاتو الوداد. طبعا يحيى عطيه الله موقفه يمكن لسه مش واضح بشكل كبير، لكن الوداد والتدعيمات يا ماجد سواء الاسماء اللي رحلت. طب نبدا بالراحلين. اوكي الراحلين هم رحل عنهم 9 لاعبين، عدد مش قليل، عدد كبير جدا. ده ما بقول لك هم حابين يغيروا شويه، بس اغلبهم في لعيبه كتير احترفت، وفي منهم 4 5 لسه في لعيبه مركزه لعب قدام الاهلي في البطوله. اول لاعب راديج عادي مركزه اساسيه في كذا لاعب منهم ما انضموش لاي نادي حتى الان. اكيد دي حاله عدم رضا فنيه على مستواهم. مؤيد اللافي، حميد احداد، وبادي اوك او اوك، دول طبعا لغايه دلوقتي رحلوا عن صفوف الوداد، لكن لم يلتحقوا من بنادي. يعني ده عقدهم خلص. عقدهم خلص. حميد احداد طبعا برضو كان من اللعيبه اللي ليها دور مع طبعا مع الفريق، وكان ليها دور مع الرجاء، وكان ليها دور مع الزمالك. يعني عنده تجارب احتراف. مؤيد اللافي بيتهيالي فتره بفترات كان واحد من اهم الفرق جدا. مؤيد اللافي لعيب كان مميز جدا، لاعب الدولي الليبي، بس كثره الاصابات اعتقد عطلت مسيرته. كان احترف شويه في الدوري السعودي، واحترف شويه برضه في الجزائر. كان لعيب مميز، بس اعتقد الاصابات هي اللي اثرت عليه. وفي لعيب ملفت ايمن حسوني، سيف الدين بهره برضه من اللعيبه اللي يعني اعتقد برضه من اللعيبه المهمه جدا في فريق الوداد. رحل قطري. رحل قطر. بهره، لا ده قطر راح، ايمن الحسوني هو اللي راح النادي قطري. وفي لعيب راح الدوري التركي ترابزونسبور، ده مع تريزيجيه. ده منتصر طلبي تقريبا. منتصر. طيب نروح للصفقات بقى. طب دول رحلوا، مين جه مكانهم؟ برضو اعتقد كده التوجه في الميركاتو انه الوداد بيبني فريق جديد. احنا مش بنتكلم على ميركاتو تدعيمات، احنا بنتكلم على ميركاتو إدارة بتبني فريق جديد. أبرز صفقة بالنسبة لي إلياس شتي، اللاعب الدولي الجزائري. لاعب كنت أتمنى إن هو يكون بديل علي معلول. جاي من فرنسا. كنت أتمنى إن هو يكون بديل علي معلول في الأهلي يوما ما. لاعب دولي جزائري، لاعب مواصفات مميزة جدا. يمكن دي صفقة سوبر أنا شايفها للنادي الوداد. بس إلياس شتي ده معناه إنه يحيى عطيته الله طاير. يعني هو بيلعب باك شمال، فأعتقد إن لا وجايبينه من نادي فرنسي خباك. جايبينه، بقول لك دي الصفقه سوبر جدا. يعني انا مستغرب ان هو قرار العوده للعب في افريقيا من جديد، خصوصا بعد خوض تجربه الاحتراف. هم جايبين اثنين من فرنسا، من اونجي. بس اثنين من فرنسا، اسامه فلوح والياس شتي. الاثنين برضو يعني اسامه 24 سنه، الياس 28. الياس الياس 28. جايبين لاعب جزائري. وبرده انا مركز قوي في فكره الفري ترانسفير. يعني طبعًا الناس دي شغاله على الملفات دي من بدري عشان تخلص اللعيبه دي فري ترانسفير، باستثناء اول صفقه طبعا اللي هو منتصر لهتيمي. دفعوا فيه لترابزون 100,000 يورو. الملفت يا احمد كمان حاجه جدا مهمه، ان زي ما قلت لك ان الوداد واضح كده ان هو بيغير جلد برده، ومصمم على جايب انتدابات مهمه جدا ولاعيبه جايبه من الانديه. خد بالك في نقطه مهمه جدا برده، وانا كنت بكلم معاكم انه الموسم اللي جاي كفه مايله قوي قوي للنص الموسم الاولاني. يعني انت هتلعب سوبر ليج من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر، هتلعب سوبر افريقيا، احنا كاهلي هنلعب كاس عالم انديه، فالتقل كله. وده هنا سؤال، لما تدخل صفقه ولا صفقتين سهل قوي ان هم فتره اعداد في يبقى في انسجام وتفاهم، لكن عشان تدخل 10 صفقات او 11 صفقه لا، في مشكله كبيره جدا. خليني اقول لك يا احمد الحسابات مختلفه. ده نادي خسران كل حاجه. نادي طالع بموسم صفري، ما كسبش محليا عربيا. الموضوع معاه محتاج يغير جلد، محتاج ان هو يدخل دماء جديده كتير جدا علشان يقدر ينتفض تاني من جديد. عكس لو هتيجي تطبق الموضوع ده مغامره يا ماجد، مغامره كبيره، مغامره بس مطلوبه. انت هتبدا انت كمان شهرين، انت كمان شهرين من النهارده هتلعب اهم واكبر بطوله افريقيه في تاريخ القاره. مغامره بس مطلوبه في ظروفهم، في ظروفهم مطلوبه. هو عايز ينتفض تاني وعايز يقدر يعود للمنافسه. خلاص الجيل اللي عنده مش هينافس، مفيش امل ان هو
ينطفي التاني لازم يغير ويدخل لعيبه جديده ويمشي اللعيبه اللي مش في حاجه اليوم. عكس النادي الاهلي، النادي الاهلي كل اللي محتاجه انت بتتكلم عايز تدخل راس حربه وتخلي الفريق زي ما هو ونفس التشكيل ونفس كل حاجه. ما ينفعش تعمل اكتر من كده، لان زي ما انت قلت التقل في اول ست شهور او اول نصف الاول من الموسم. بطولات متلاحقه، مباريات متلاحقه، ما ينفعش تدخل دماء جديده كتير. بس هي ده الاختلاف. مين تخاف منه النهارده؟ او يعني مش تخاف منه، تعمل له حساب الاهلي ما يخافش من حد. الاهلي يحترم الجميع طبعا، لكن بتهليش يعني في فريق ممكن يخوفك في القاره الافريقيه، لكن على مستوى الفرق المغربيه هل اتغيرت المعادله؟ يعني هل تقدر تقول النهارده انه الجيش الملكي بما انه بطل الدوري ومفنش البطوله بشكل يعني 15 سنه ما خدش اللقب تقريبا ومقدم عروض قويه، ولا يظل الوداد والرجاء هم قطبي الكره المغربيه؟ مين اقوى ومين عنده قدره على منافسه افريقيا السنه دي في الثلاث فرق؟ لا الوداد طبعا، الوداد انا براهن على الوداد على شخصيه البطل اللي موجوده عنده كمان. التدعيمات باينه جدا، وزي ما ماجد قال في حاجه مهمه ان احيانا انت بتعمل تغيير جلد لان في جماهير، النادي جماهيري. فغضب الجماهير برده احيانا بيجبرك ان انت لازم تعمل تدعيمات وتغير جلد عشان برده انت بتحاول تبين للجماهير ان انت لا احنا في مرحله ثانيه. احنا شوف لسه بنقول للترجي الجماهير ما خلت المدير الفني يستبعد اثنين من نجوم الفرقه يعني. من ضمن تغيير الجلد للوداد هم مشوا المدير الفني بالرغم ان هو وصل مباراه نهائيه، وهم عندهم جرأه غريبه جدا بيمشوا انه عمل قدام سان داونز ملحمه بصراحه طبعا، وحتى الجيم اللي لعبه قدام النادي الاهلي كان كويس بتاع القاهره يعني كان جيم لا وكتبوا عنه كلام كتير. الاهلي اللي قدر يخطف البطوله بجد هنا واتكلموا عنه كويس، بس غريبه جدا. حقنا طبعًا. صح؟ طبعًا. حقنا اللي خدوه مننا. دي حقيقه. احنا ما لعبناش كوره. جبناه بايدينا. الماتش ده بجد ما لعبناش كوره، بس احنا عرفنا ناخد البطوله. بس هي دي الفكره. فهم كمان خد بالك الماتش اللي انت بتقول عليه ده كان ممكن الاهلي يفنشه بمكسب تاريخي.